مساء الخير. في بدايتها كانت وسط جيلها كشمس الظهيرة، لا أحد يستطيع إنكار وجودها ونجوميتها وتألقها، لكن هذا البريق لم يعد بنفس السطوع، مما أدى إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول غيابها عن معجبيها ومعجبي الشاشة الصغيرة والكبيرة. الفنانة شمس في نص الكلام للحديث عن النصف الآخر. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. إيه القمر ده؟ أنت اللي قمر، إيه منورة، أنت اللي منورة دايما، وحشتينا قوي شمس. بقلك خسة جامد، برافو، ولبقلك كتير طالع حلو. أهلا وسهلا فيك. حديثنا رح بيكون إن شاء الله شيق، إن شاء الله، ويجاوب على تساؤلات الكتار. العديد من محبينك ومعجبينك مثل ما ذكرت عندهم تساؤلات حول بعدك، غيابك عنهم. إن شاء الله مندي الإجابات بحلقة الليلة. بداية حنرحب فيك على طريقتنا الخاصة بالويلكم كليب. وانت انا ما بتحرمش، انت خدت ايه من الدنيا؟ وعز الجلال اللي ما خدت حاجة. طب خد الفرح اللي احنا رايحينه ده، بوفيه مليان، ناكل بهدوء بالراحة. طب بره ليه؟ هو انا مش مراتك؟ انا اسمع ان الراجل اللي متجوز اتنين بياخد اجازة يوم الجمعة بس. فوفو بيه يا واطي. بصراحة بقى انا زحلقت مدرس العلوم بالعافية، لكن مدرس الجغرافيا مش لاقية فيه عيب. عايزين نعرف احنا هنعمل ايه بعد كده. وابتدينا حلقتنا. جاهزة يا شمس؟ أنا مرعوبة مش جاهزة. لا بردانة مش مرعوبة. لا خلاص شوية، أنت جبتيلي حاجة دفتني أهو. شاي بس كويس. أنا مرعوبة منك على قد ما بحبك يعني. وأنا بموت فيك. لا إن شاء الله الحلقة حتكون حلوة، وبالعكس وجودك معايا زي ما سبق وذكرت لتفسير وتبرير بعض الملاحظات. الكلام في كل مكان، ولكن الحقيقة وحدها في وجدان أصحابها. أكيد دي أنا ببتدي فيها حلقتي. إيه الأقرب لقلبك، شمس أم صبرين؟ شمس علشان اتعودت عليه بقالي سنين والناس عرفتني بيه، وصابرين علشان ده اسمي الحقيقي بقى اللي اتولدت بيه يعني. بس انا طول عمري الناس عارفه شمس يعني صابرين العسكري، شمس يعني صابرين العسكري. بس في البيت بيندهولك ايه؟ شمس؟ لا يعني صابرين. صابرين؟ حتى ابنك بيقول لك لا شموسه او يا حاجه. لا حلوة دي والله. طيب ابتعدتي فترة عن التلفزيون وعن السينما، شاشة صغيرة وشاشة كبيرة، ولكن تواجدك كان كتير موجود بالمسرح. ليه اخترت المسرح؟ ده المتوفر، ده الموجود، بس عشان أشتغل واثبت نفسي وأعمل الحاجة اللي أنا بعشقها وبحبها؟ والله يا رغدة بصي، عشان أنا بدايتي مسرح، ابتديت مسرح. أنا مش خريجة معهد فنون مسرحية ولا درسة تمثيل. أوكي. بس أنا اتربيت على إيد أساتذة تقال يعني أستاذ حسين كمال. أنت كان دراستك إيه؟ كلية التجارة. أوكي. أستاذ حسين كمال وبعديها أستاذ جلال الشرقاوي، هم اللي خلوني أعشق المسرح. لما بتجيلي مسرحية وتقيلة زي اللي جات لي الأيام اللي فاتت، اللي خلصتوها من فترة وكانت ليها ظروف معايا صعبة جدا يعني، والحمد لله ربنا وفقنا بالنجاح يعني. فهو تعود وحب وبلاقي نفسي فيه يعني. وزي ما انت قلتي هو ده المتاح. ده اللي متاح علشان تكوني موجودة وتشتغلي وتعملي شغفك بالحياة، ده اللي انت بتحبيه اللي أصلاً. هو اطلع الطاقة او اللي انا تعودت عليها طول عمري بتطلع دي، ما لازم اطلعها. فلما بيجيلي مسرح ومسرح حلو، ولما يبقوا مع زمايل عشرة عمري بتبقى فرحانة. طب ايه بيضايقك فكرة ان انت بتشتغلي برضو يعني المسرح فن طبعا، او المسرح وهو الاساس بالبداية كلها بالقصة كلها، هو الاساس المسرح. لما بتلاقي الناس بتشوفك بتقولك طب انت فين وغايبة فين، بتضايقي؟ جدا بيضايقك الموضوع ده؟ جدا جدا. حاولت ابقى موجودة، فكنت بقى بوافق بأي حاجة، بس اتصدمت في حاجات كتير بقى السنتين اللي فاتوا بين الاعمال اللي
شاركتي فيها لا يعني؟ الأعمال اللي نزلت أشارك فيها لقيت ما فيش أي حاجة علاقة بالفن، يعني لا إنتاج لي علاقة بالفن ولا فاهم فن، ولا المخرجين نفسهم مش فاهمين حاجة. شباب صغير كل واحد عايز يخرج وخلاص. فتوقفت بقى شوية لغاية لما جالي بأثر رجعي، لقيت ورق حلو، لقيت مؤلف حلو، لقيت مخرج حلو، عملته وهو بيتذاع دلوقتي على شاهد. اي الصدمه اللي كانت ليكي اول مره طلبتي على عمل ونزلتي قلتي لي اتصدمت؟ حصل وكتبوا عليا ان انا نصبه، ونصبت عليهم ب 3000 جنيه. ده ايه، داون بيمنت يعني؟ يعني ان انا رحت التصوير وخدت الفلوس والعربون وما رضيتش ان انا ارجع العربون. وايه اللي حصل؟ ايه الحقيقه؟ اللي حصل ان انا كنت بعمل فيلم اسمه هدر اتفاق، ده لسه ما نزلش. وجولي ناس الاستوديو مصر وفضلوا مصممين قاعدين طول اليوم عايزين يعني الناس دي كانت قبل كده في مسلسل ولاد امبابه بيتصوروا معايا، يعني ممكن اتصور معاكي يا استاذه فتصور عادي. فجالي حد انا اللي اتصورت معاكي واحنا بنعمل فيلم وشباب وعايزينك تقفي معانا. فروحت لغايه العبور، جم خدوني من المهندسين بعد ما خلصت تصوير الساعه 6 الصبح، جم خدوني 9 من المهندسين. اولا اللي رايح مش عارف المكان، ثانيا رحت لقيت بتاع 25 بنت وولد قاعدين بياكلوا، وكاميرا اللي هي بتاعه التصوير العاديه وكشاف نور. وقالوا لي فيلا ومش فيلا وتصوير، وهتروحي تلاقي استاذ عبد الله مشرف، وهتلاقي احمد عزمي، وهتلاقي مدام عايده رياض. رحت ما لقيتش اي حد من دول. فبقول لهم طب يعني انا هقعد في الاوضه دي، طب مدام عايده هتقعد فين؟ قالوا لي لا، ما كل يوم واحد فيكم هيصور، يعني كل واحد يعني هنصور كل واحد هيجي. تكلمي نفسك بقى. فانا طبعا انهارت يعني ايه انا همثل معاهم؟ طب فين الناس دي؟ ما فيش. رحت مكلمه حبيبي اللي استحملني في فتره اكتئابي كله، ايهاب فهمي. قلت له ايهاب في كذا كذا، قالوا لنا فين اللوكيشن؟ قلت له انا مش عارفه انا فين. قال لي قولي لنا عشان نيجي نوقفهم علشان نبطل اللي بيحصل ده. اتاري طلع ان الاخ بيجيب البنات دي بياخد منها فلوس وبيقول لها احنا هنعمل فيلم وكله نصب باسم شمس وعايده رياض وبتاع، بس يعني كله يعني بينصب يعني. وتوقفوا عن العمل يعني؟ ما فيش حاجه، ما فيش عمل اصلا. عمل، بس كانت غلطه مني انا برضو. ما ينفعش ان انا علشان ارجع واتواجد اروح عمل. انت مشتاقه ترجعي للشغل والتمثيل وقلتي دي فرصه. مش هكذب عليكي. بس اتصدمت، دي صدمه من الصدمات مثلا. انت بقالك واقفه عن العمل فعليا قد ايه يعني بعيدا عن المسرح؟ هو انا مش واقفه. هو انا مقله. مقله. يعني انا مش موقوفه برضو؟ لا مش موقوفه. ما انا لو موقوفه ما كنتش عملت باثر رجعي ولا هدر اتفاق ولا زقاق المدق ولا حوش بديع ولا حاجات كتير. انا مش موقوفه، انا يعني من الناس اللي قاعدين في بيوتهم. طب ليه يا شمس؟ في ايه؟ والله ما عارفه، يعني انا نفسي مش عارفه. هو المفروض ان انا بعد كل العمر ده وبعد الشقه اللي انا شقيته في مهنتي، انا اللي ارفع سماعه التليفون على المنتجين اقول لهم يا جماعه عايز اشتغل؟ ما انا اصحابي بيقولوا كده. تعملي كده يعني تفكريهم رساله معايده؟ ما حدش هيفتكر، يعني هيصدق ان انا بتكسف. يعني انا عندي استاذ محمد النقلي، انا لما مثلا ابقى في اللوكيشن معاه وييجوا ينادوني ويقولوا لي ابوكي عايزك. من كتر ما احنا يعني اشتغلنا مع بعض عمر. اوكي. انا المفروض اكلمه واسلم عليه، بس لما بلاقيه داخل عمل بتكسف. ولا هو مفتكرك حتى في الموضوع؟ والله لا، بالعكس لسه فاكرني، يعني عاملين مسلسل مع بعض قريب. بس يعني برضو مش في ادوار اكيد مش شايفني فيها، في ساعات فعلا انا مش بتكلم فبينساني. انا اتحطيت في موقف زي ده، في ناس كتير تقول لي رشحي، بتمسح ببقى مش عارفه ارشح مين وانا عن مصر كلها اعرفها. فانت يعني مش يعني حدي لكل واحد عذره. بس ده يعني السبب الرئيسي، عدم جرأتك على الاتصال، الحياء اللي عندك يعني في احيان. وفي نفس الوقت كمان شمس، تيجي نتكلم بصراحه، فيلم ثقافي. يعني الفيلم ده بقدر ما عامل لك شهره، بقدر ما قدكي او عامل لك ضرر في مكان اخر، يعني حطك في مكان معين، نجمه الاغراء، ملكه الاغراء شمس. يعني هقول لك حاجه،
اول ما عرفوا الناس انه انت ضيفت النهارده الفرحه مش ساعه، خاصه الرجال. قال لك من هنا لهنا بخمسة جنيه. يعني شمس جايه دي يعني قصه بحاجه. خمسة جنيه. وهو كان افيه. ده حتى مش مشهد اغراء، ده كان افيه اتعمل. ضرك الموضوع ده؟ يعني حطك طبعك في مكان معين بصوره معينه؟ عند الصحفيين بس. يعني هم الصحفيون اخذوها ماده. ما فيش سؤال بتسأله الإغراء ومش الإغراء. أنا ما إغراء إيه الجماعة، دي كانت نكتة يعني. دي كانت نكتة وما ظنش يعني إن أنا عملت إغراء فيه، يعني نكتة من هنا لهنا بخمسة جنيه. هي عملت لي أنا بقى مع الأطفال في الشارع ومع الناس. يعني كنت بشتري حاجة كده وواحد قال لماما مامي مامي أهل من هنا لهنا بخمسة جنيه. أنا بس هو ده عارفه انت عارفه الافيه. ساعتها طبعا كلمه الاغراء 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 دي ضايقت اهل بابايا شويه. بس دلوقتي خلاص، دلوقتي انا يعني لا سيبيني من دلوقتي. بس انا بقصد يعني ضرتك بمكان معين خلاص، يعني مثل كانه واحد اتحط في الحته دي من الصعب يقدر يغير مفهوم الناس والمنتجين. اما نجيب شمس حلوه تنفع في دور الاغراء ده في المشهد ده. ما انا قلت لك ما حدش شافني بالعين دي غير الصحفيين. الصحفيين بدليل ان انا ما جاليش ولا دول اغراء من بعد ده. وما فيش دوري في كل شغل عمرك مش هتلاقي لي اغراء. لا ما فيش خالص. دورنا الصحافه ما فيش. بس كمان الصحافه مش اللي هي بتاعتنا دلوقتي. الصحافه الصفرة بتاعت زمان اللي هي اتلغت الحمد لله. الجرايد الصفرة اللي كانت مش لاقيه غيرنا، يعني احنا كلنا كنا 20 ممثله مثلا. يعني لو واحده عملت كده يكتبوا دي عملت كده 35 يوم ما يسيبوهاش. فده احنا عندنا بقى تشكيله تانية من الصحافه الصفراء على السوشيال ميديا بس بتاخد شكل اخر. ما عشان كده انا بعيد. انت بعيدة عن السوشيال ميديا؟ انا بعيده خالص، ما بحبهاش. ما عندكيش انستغرام؟ ما عندكيش؟ عندي كل حاجه. عندي كل حاجه بس مش عارفة ليه سبحان الله. يعني كذا زميلة ليا وقعوا في فخ السوشيال ميديا والناس حاسة ان هم بيخشوا بيوتنا وبقينا مع بعض اصحاب بقى. بتقري التعليقات؟ بقرا التعليقات وبزعل. ايه رأيك؟ بزعل. تزعلي ليه؟ بزعل عشان احنا الفنانين ادينا فرصة ان احنا نتشتم ونسمع شتمتنا بودننا. تتشتمي انت لغاية انا دلوقتي؟ لا الحمد لله. عشان كده انا بقولك انا هتشتم ليه؟ هم شايفيني. لا ممكن اي صورة تنزليها، ممكن اي تعليق. والله الحمد لله لغاية دلوقتي يعني الحمد لله ما فيش. بس يا عالم لو هفضل موجودة على طول، ما انا اي حد نفسه قاعد في بيته وماسك تليفونه ومتغطي ممكن يشتمني. واللي بتقريه عن زميلاتك ايه بتكون ردة فعلك؟ بزعل وبدافع عن زميلاتي. بزعل لان انت مش من حقك، انت اصلا كنت كبيرك تشوفها في تخش تدفع فيها فلوس كمان عشان تتفرج عليها. فبزعل جدا. على سيرة الزعل، ايه اللي مزعلك من حمو بيكا؟ هو اصلا يعني مين حمو بيكا؟ انتوا ولاد بلد واحد، انتوا من اسكندريه صح؟ لا لا خالص، يعني ماليش علاقه بيه. ما اظنش ان هو اسكندراني. كيف ما تظنيش؟ اكيد من حته تانية. ليه بقى؟ حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه اصلا. يعني هو اصلا ما ينفعش يحصل بيني وبين حمو بيكا حاجه. هو كل الموضوع حاجه شخصيه انا وجعتني. هو كان فيه بيعمل مسلسل والمسلسل ده كان المخرج بتاعه كان لسه عامل لي فيلم ان شاء الله لما تشوفيه يعجبك قوي اسمه المعهوده. وطلبوني في المسلسل ده وانا اعتذرت. طيب حسيت ان النقابه بتاعتي رافضه ان احنا نشتغل يعني فاعتذرت. واعتذرت لاي ظروف يعني. انا اول ما اشتغلت مع العظيمه يسرى والله يرحمه العظيم احمد رمزي، واشتغلت مع نجوم مصر كلهم. عمري ما شفت تواضع زي اللي شفتهم معاهم. انا لما بيقولوا لي انت بيكا بيقول شمس ما اعرفهاش، شمس اللي بقى لها 25 سنه بتمثل، عيب مقصوده عليك. عيب عليك. تعالي اتفرجي على كل فيديوهاته لما بيكسر عربيات الناس وبيتخانق مع الناس وبتاع. الواحد كان بيقول لي يمكن بيتبلوا عليه يمكن، لكن ده شخصيا بقى. هو زعل لانك ما شاركتيش في العمل ممكن؟ والله يعني دي ردة فعل. انا لو زعلانه من حد انا انزل وبتصور واقول لك نجوم مصر
لو حد قال للجميلة يسرى عايزة تصور معاكي أو أنا قريب فلان هتبتسمي له وهتسلمي عليه وهتتصوري معاه، لكن لا 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 أنا ما أعرفهاش يعني. بعدين عايز تبقى فنان، هي الفن ليه أصول، صدقيني الفن ليه أصول، ومش الفن ممكن ما بقاش موهوبة بس عندي أخلاق الفن، لكن ما تبقاش مش أنت أصلا مش موهوب ولا شكل ولا منظر ولا موهبة وكمان قلة أدب، عيب عيب. دي مش أول مرة معاكي يعني؟ لا مش أول مرة مع كل الناس. هو طول ما هو ماشي بيخبط مع الناس وطول ما هو ماشي يفهم إن هو يعني ده خرابي، ده عمرو دياب، عمرو دياب عمره ما قصر بخاطر حد. تمام. يعني مش موضوع اصلا مين ده عشان نتكلم عليه، هياخد مننا البرنامج كله يعني ولا ايه؟ هنتكلم مواضيع تانية، اسمحوا لنا مع وقفه اعلانيه ونعود. تعملي فيا ايه تاني يا رب. ونعود ونستكمل حديثنا ولقائنا مع الفنانة شمس القمر. شمس نحفتي خالص، كان في انتقادات طالتك فترة طويلة على الوزن الزائد، قدي تعبت لك نفسيتك الانتقادات وانت تخنتي كده ازاي ولي وكنت تعرف التعليقات الناس؟ انا هقول لك على حاجة بقى. اللي خصه واللي ما خصوش تلاقيه داخل يديك الافادة. ده طبيعي، ده طبيعي. هو انا ما تخنتش برضو للدرجه يعني، انا كان اخر تخن ليا في طاقه قدر في مسلسل حماده هلال. حماده هلال صح. بس بصراحه لما بصيت على وشي ورقبتي انا نفسي رحت ما رضيتش اكمل المسلسل، جات لي حاله اكتئاب. بس ابتدت تنعرض الحلقات شفتيها يعني؟ شفت على نفسي، شفت نفسي تخنانه هنا. عملت ايه؟ رحت للدكتور قلت له عايزه اعمل عمليه تكميم، قال لي لا انت ما ينفعش لازم تعدي 80 كيلو. انت كنت اقل من 80؟ 72. طيب 72 اوكي. فانهارت على الدكتور قلت له لا انا لازم اعملها. قال لي طب ماشي بكره هنعملها على طول كده، عارفه من غير تفكير يعني. وللاسف ان هو ما طلعش كان تخن لان هو كان بيجي لي هنا زي الميه. فما كنتش اعرف ان الغده يعني الغده كسلانه. واتسرعت وعملتها يعني. ندمانة عليها؟ ندمانة. ليه؟ علشان هي ضعفت لي صحتي. انا ما اهتمتش في الاول ان انا اخد فيتامينات وبتاع، ما تابعتش الموضوع ده. انا كان كل همي ان انا اخس، فبالنسبه لي احسن ما اكلش، لا ما اخدش فيتامينات عشان ما اتخنيش وكده. ده اثر عليا، اثر عليا يعني. المناعه المناعه بالظبط. بس دلوقتي انت تحت نظام غذائي برضو يعني بيفرض عليك نظام غذائي معين والله تمشي عليه وتعيش عليه؟ احلى حاجه فيها ان هي بتعودك على نظام الاكل الصحي. انك مش غصب عنك، غصب يعني عنك، غصب عنك مش هتقدري تاكلي اكتر، مش هتقدري تتحملي. ليه ما تقبلتيش نفسك شويه تخينه؟ علشان انا شمس. انا طول عمري اكس سمول يعني، طول عمري بلبس اكس سمول. ولما حصل لي الاجهاض وتخنت او كمان الغده كسلت، بقت كسلانه اكتر. ما قدرتش اتحمل يعني. دايما اللي بيبقى جسمه رفيع شويه ويجي بيتخن بيتجنن، خصوصا لو احنا الفنانين يعني. صح، لانه بنشوف فنانات مثل القمر وبنلاقيهم تخان شوي ومليانين على الكاميرا وراضيين عن نفسهم، الجمهور حبيبهم كده على فكره. لا احنا لغايه عندنا احنا بقى عشان الجمهور شايفك كده لو تخنتي شويه بتلاقي، يمكن عشان متعود عليك بالصوره اللي قبل. لو متعود عليك من البدايه انت بالشكل ده كان بيتقبل اكتر الموضوع. ده دخلك في مرحله اكتئاب وزنك ولا لا؟ لا خالص، مش وزني، مش وزني. انا دخلت في اكتئاب. انت في اكتئاب دخلت في فتره لا باس فيها يعني؟ كتير. كم سنه قعدت؟ من يوم والدتي ما توفت يعني، انا بقالي دلوقتي 4 سنين مش بعرف اخرج من الاكتئاب. بحاول يعني دلوقتي بتعايش عشان ابني، بس انا كانت امي محوطاني. دي سنه الحياه شمس، وده يعني نتوقع كل لحظه ومع اقرب الناس. والله إرادة ربنا يعني. والله أنا عارفة، أنا مؤمنة وحياة ربنا، بس غصب عني هي حاجة مش بإيدي.
انا اصلا ما كنتش اعرف ان انا بحب امي قوي كده يعني. بس هي كانت كل حاجه يعني، كانت هي بتعمل كل حاجه. انا خلفت عشان امي يعني. هي كانت عاوزاكي تجيب لها ولد. هي مرضت والدك. خالص. امال حصل ايه؟ ولا حاجه. انا صحيت من النوم قالوا لي تعالي عشان البقاء لله. ما صدقتيش؟ هو انا مش ما صدقتش، انا جوزي قال لهم يعني، عارف الخبر، قال لي البوابين اقفلوا الباب الحديد ما تطلعوهاش لغايه ما يجي، لان هو كان عارف ان انا ممكن اتقلب بالعربيه وممكن من الانهيار. هي كانت صدمه. كانت صدمه جامده، بس الحمد لله زي ما انت قلتي يعني. ان فقدت ايه بغيابها؟ لا كل حاجه، كل حاجه، حنيه، الطيبه، الاهتمام، الحب، الدعاء. متهيألي هي لما ماتت خدت معاها كل حاجة حلوة، حتى الرزق. شكلهم كانوا يشغلوني عشانها ولا ايه، مش عارف. عارف. تحسيها لسه موجودة معاكي بتفاصيل بيتك؟ هما شالوا الصورة من قصادي بقى عشان زهقوا يعني. ليه؟ عشان انا حطاها في وشي قدام يعني، حطاها فوق التلفزيون قدام الأوضة. يعني شوية خروجي يعني كده. ومش هو ده السبب برضو، حاجات كتير يعني. أمي وبعدين إخواتي كلهم ورا بعض، كوارث كوارث كوارث. الحمد لله يا رب يعني، دايما اللي ربنا بيحبه بيبتليه يعني. وإحنا مبتلين الحمد لله وراضيين. عرفت نفسك دخلت في اكتئاب إزاي؟ أو اللي حواليك حسوا عليك إزاي؟ كنت بتعمل إيه؟ كانت المرحلة دي إيه؟ رفض الخروج تماما. ما اخرجش من باب البيت الا لما يجي لي شغل. واضح ان انا من غير شغل مش عارفه اعيش. فبخرج جدا لما يبقى عندي شغل وبهتم وفي مواعيدي وملتزمه وكل الناس عارفه عني كده وكل المخرجين عارفين عني كده. وباجي على نفسي في حاجات كتير جدا. قله الشغل مع قله الخروج بتبقي كل اللي عايش معاكي شايفك انك انت مش طبيعيه. طب قومي انزلي. طب انزل ليه؟ يعني مش بستمتع، هنزل ليه؟ لما يبقى في شغل انزل. وقاعدة في البيت طول اليوم. لجأت إلى أدوية الأعصاب والمهدئات. أخدتيهم قد إيه؟ ما زلت ما أعرفش أنام غير لما أخد مهدئ. بس مهدئ يعني كل مصر اكتشفت إن كل الممثلين بتاخده يعني، بس أنا شوية بزود. حاولت تطلع منا القصة؟ هي مش طلوع، لان هو حاجه متداوله في الصيدليات يعني. ممكن ابطله بس الحاله ككل. شمس بحاول يعني احاول شويه. زي مثلا زقاق المدق كده. قلت هخرج بقى. واشتغلت في ظروف، بقول لك اشتغلت يومين بروفات في عرض من اقوى العروض. غنى ورقص وتمثيل وضحك وبكى يعني. كنت ببكي الناس وبضحك الناس وكنت برقص في يومين بروفات. والحمد لله ان انا كنت قد المسؤوليه يعني. ودكتور عبده اشاد بيا وكل زمايلي اشادوا بيا، بطوله الجميله اختي وحبيبتي دنيا. اللي انا مبسوطه لها اصلا ان هي نجحت النجاح ده كله. في بطولتها. واول ما خلصنا خلاص رجعت تاني عايزه اقعد في البيت وبتاع. لما قالوا لي بقى رغدة عايزاك، قلت يا لهوي لا لازم انزل بقى. يا لهوي لا ان شاء الله مش هيبقى في وعد تاني ولا اكتئاب. لا ان شاء الله يعني. اذا لو مش عشانك عشان ابنك. والله بحاول يا رغدة. عشان ابنك بحاول. لما بيجي شغل بنزل وبشتغل وما بحسش اللي قدامي. بالعكس انا في المسرحيه يعني اللي ما كانش يعرفني الحمد لله خارج حبيبني جدا يعني. كنا تهريج وضحك وكل حاجه. الممثله واخدها معاكي برضو؟ شمس الممثله معاكي في خروجاتك وتعاطيكي مع الناس يعني؟ لا لا. ولا عم بتحسي حالك على طبيعتك؟ لا خالص. اسألي عني، انا ما عنديش حاجه اسمها ممثله دي. انا بني ادمه وبروح شغلي كاني رايحه وظيفتي. لا بالعكس. أنا الناس شايفاكم حطاكم في حته معينه، انه انتوا فرح طول الوقت ولبس وصرف فلوس وخروجات كتير قوي. الفلوس مش عايزه اقول لك، لدرجه ان احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا من ايام الثوره يعني. خسرت كتير؟ كل حاجة. الله. قعدنا كتير في البيت. في ايه؟ ما جمعتيش حاجة انت من ولو جمعتي راحوا. لا ده حاولنا بقى ان احنا نعمل بيزنس بره الفن علشان ما فيش فن، فبرضو خسرنا. طب نعمل فقري فقري هنعمل ايه؟
يعني عكس ما بيتصدر للناس من قصص واخبار وحياه ولكجري. انا بزعل والله، يعني انا يعني زمان الواحد كان بيقدر يقف مع الناس. انا بيجي لي في المسرحيات دي، انا جالي جوابين، ناس واقفه على الباب بعتت لي جوابين، انا ابن فلانه الفلانيه الله يرحمها وطالب مساعده منك، وده عايز مساعده منك، وكل اللي حواليه وانت اصلا يا عايزين مساعده منك، ومحدش عارف انت مسؤوله على ايه وايه اللي وراكي وشايله حمل عامل ازاي. بس لما بتشوفي ممثلات زميلات صرفوا حياته طيارات خاصه، بتقولي ايه بينك وبين نفسك؟ بقول والله نفسي اسافر. انا عايز اعرف هو السفر بيجي لهم ازاي. طيب بيروحوا يعني اللي بيمثلوا بيسافروا دول؟ مفيش حد طلبني ابدا قال لي خد تعالي سافر. رحت مره، لا سافرت مره قناه الحره في دبي عشان ما بقاش كدابه. طيب كويس. 24 ساعه ورجعت. طب مددي على الاقل يومين الغرفه خلاص كده. لا كان راس السنه وكنت سايبه ابني. وكنت اصلا كل دبي مقفوله. على حظي ان انا حتى انزل اشتري شوبينج ولا حاجه كله كان مقفول. لا ما يعني ما جاليش فرصه الشغل. لا سافرت لبنان في مسلسل زهره. طيب تفتكري احنا بنختار فرصنا بالحياه شمس؟ يعني في ستات بتقول لك لا انا عاوز ارتبط برجل اعمال غني يصرف عليا يامن لي مستقبل حياته، وفي ناس بتلحق قلبها وتقول لك الظروف ونمشي الدنيا. انت من اي فئه؟ قلبها دي اللي جايبها ورا. انت طول عمري عمري في حياتي ما تخيل ان انا اعرف حد عشان مصلحه او عشان فلوس او هيصرف او يتحكم فيا عشان هو اللي هيصرف عليا. لا شخصيتي خالص. بس ما تعرضش عليكي؟ ايه تعرض عليا كتير جدا يعني كتير. وكانت ردت فعلك تكون ايه؟ لا خالص، ما اقدرش بقول لك اعيش مع راجل بس مجرد ان هو عشان يصرف عليا فيتحكم فيا يعني. لا لا مش شخصيتي. اخترت القلب وما يريد. ده طول عمري حبيبه. القلب وما يريد. بعد الفاصل الاعلاني ونعود. ومع ضيفتنا الفنانة شمس نستكمل حديثنا ولقائنا لهذه الليلة. شمس، في حاجات الناس مش عاوزة تصدقها لغاية دلوقتي. بيقولوا أنت تجوزتي 21 يوم الكابتن صح؟ كابتن صح. أنتوا كنت مخطوبة بس عاوزين يجوزوكي بالأم. بالعافية. ليه؟ لا هو أنا فعلا كنت مخطوبة وفكيت خطوبتي. مدحت عبد الهادي؟ مدحت عبد الهادي. أوكي. خطبته 21 يوم حاجة زي كده؟ شهر ونص. طيب يعني مش 21 لأن هم أوكي مركزين على 21. أنا قلت يمكن المعلومة دي الوحيدة الصح. لا ما حصلش خالص، احنا اتخطبنا فعلا وما حصلش نصيب، يعني ما قدرتش أكمل وبعد كده أنا اتجوزت بقى أبو ابني. فلغاية دلوقتي هم الناس فاكرة إن أنا اتجوزت 21 يوم واتطلقت. اصل هتطلق ليه بعد 21 يوم؟ يعني لو اتجوزت هتطلق ليه بعد 21 يوم؟ لا ده طبعا ده كلام الجرايد الصفراء اللي انا بقول لك عليها. يمكن بتوحي للناس بفرص كتير، رجاله حواليك وعلاقات حلوه، بتدي الايحاء ده اللي حواليك للناس والله. انه اتخطبت برضه لراجل اعمال كبير وثروات كتير وفلوس كتير. طب هقول لك على حاجه. انا وجوزي بنقرا الخبر ده واحنا في العربيه قعدنا متنا من الضحك. لان انا كنت معاه فمكتوب ان انا اتطلقت منه واتجوزت رجل اعمال ثري انا مش عارفه ليه. انا بقول لك في وقت كده كان في صحافه صفراء ما كانتش سايبانا في حالنا. ما كانش وراها حاجه غير الفنانين وانا بالذات. يعني انا كانوا زمايلي يقولوا لي يا بنتي في ايه، هم مش عايزين ليه مركزين معاكي انت ليه مش فاهمه بجد. انا لغايه النهارده ما كنتش فاهمه، بس دلوقتي حتى يعني الحمد لله انهم بعدوا يعني. والا كانوا عملوا عمايل صعبه قوي في الجيل الجديد. قلت لك انا اخذ منحتين الصحافه الصفراء. كل واحد على فكره موجود دلوقتي على السوشيال ميديا صار هو صحافي بحد ذاته، بينزل الخبر وبيأكده نجم نفسه. نجم في نفسه. صح. هو ده الكلام. الحب علمك ايه؟ اني ابطل احب. بطلت حبي. قلبك خذلك؟
هو ما خذلنيش، هو انا يمكن العيب فيا يعني في اختياراتك. لا مش في اختياراتي، يعني انا طبعا مش ندمانه ابدا على ان انا اتجوزت علشان ادم ربنا يخليهولي ده بالدنيا يعني. بس هو يمكن انا ما تعودتش ان حد يحكمني، انا بشتغل من وانا صغيره ومسؤوله عن عيله من وانا صغيره، وما بحبش حد يبقى قاعد معايا في البيت وانكد عليه وينكد عليا. رحت فين؟ جايه منين؟ بالعكس لا لا، ده هو ما هو شايف طول الوقت، ما هو كان بيجيب ادم ويجي، احنا بنروح فين غير التصوير واللوكيشن؟ احنا عيني بنترمي بالخمسه. انت لسه بتقولي يتحكم فيا، يتحكم فيك يعني ايه؟ يعني يضايقني، يتخانق معايا على اي حاجه تافهه، زهقان يعني. يعني انا ما بقتش اتحمل، ما انا قلت لك انا بعد موت ماما تحولت شخصيتي لشخصيه تانية خالص. زي ما قلت لك قبل الفقره، شمس انت اتطلقتي بعد وفاه والدتك؟ طلقتي؟ والله انا كنت مطلقه ووالدتي عايشه، بس هو ابو ادم كان عايش برضو معانا في البيت وانا مطلقه. يعني اشرحي لي الحته دي، يعني مطلقين بس عايشين مع بعض؟ احنا انفصلنا، وهو يعني مامتي بتحبه جدا، وكان لسه هو ما عملش بيت، وما يعني ما كنتش ينفع عشان اتطلقنا ابو ابني هيترمي في الشارع مثلا عقبال ما يوضى بشقته. لا مش رجل اعمال ساري مش رجل اعمال ساري. امال ايه؟ فلا ما سمحتش يعني بكده، احنا منفصلين وانت في اوضه ادم وانا في اوضتي واحنا اخوات واحنا في بينا طفل. وانا اتربيت على كده يعني، امي واهل ابويا واهل امي نفسهم كده يعني، ما ينفعش ان عشان اتطلقنا يبقى نبقى اعداء ونرفع قضايا على بعض. يعني انتوا اصدقاء دلوقتي؟ احنا اكتر من اصدقاء. احنا علاقتنا احسن من ما كنا متجوزين. طب ليه ما تنفعش العلاقه دي تكون وانتوا متجوزين؟ ليه؟ ايه اللي بيختلف؟ هقول لك على حاجه يا رغده، اللي بيحصل مع كل اتنين، انت واخوك لو قاعدين في بيت في شهر واحد هتتخانقوا، انت واختك هتتخانقوا. فانا ما كنتش حابه كده ان ده يبقى قدام ابني يعني. الخناقات والشد ليه؟ طب وليه؟ فيعني اخترنا ان احنا نبقى يعني مرتبطين منفصلين، عارفه انت اللي هو اللعبه دي بقى. قعدت كتير جدا ما اقولش، بس هو ما فيش حاجه بتستخبى في الاخر. ليه ما كنتيش عاوزه تقولي ليه؟ عشان خاطر ابني. ليه هو مش اول ولد هو كان صغير، وكنت انا شويه بقى ابني الوحيد، وكنت واخده الموضوع على نفسيتي لغايه لما هو نفسه جه قال لي يعني. انا بتضحكوا على معاه في المدرسه صحاب كتير جدا يعني، متربيين معاه ولاد احمد سعد حبيبي المطرب. حبيبي بجد بعشقه يعني، بعشق صوته. فلو مامي عادي، ما كل الناس بتتطلق وكل الناس بتتجوز وكده عادي. بس دلوقتي مثلا لما اعرج معاه اقول له طب انا هتجوز يا دود، يقول لي طب روحي روحي. بجد؟ انت بتفكري ترجعي تتجوزي مره تانية؟ لا. تعرفتي على حد؟ لا، وهرجع لابو ابني عشان نبقى في وسط، يبقى في وسطنا. بس كجواز ليه؟ لو هترجعي يعني، لو هترجع لو قررت ان يبقى في راجل في حياتي. لا ما انا قلت لك انا شخصيتي ان انا مش بتاعه ان انا حد يتحكم فيا مثلا عشان يصرف عليا ولا الكلام ده. اللي اتعود ان هو يشيل مسؤوليه ما بيعرفش حد يشيل مسؤوليته يعني. طب ست حلوه بتخرج للشغل والتصوير، اكيد بتتعرض، بتواجهي المواضيع دي ازاي؟ ليه ما بتديش فرصه؟ يمكن يكون في حد يناسبك اكتر، مش ضروري بس بالفلوس يعني، مش بتكلم بس بالفلوس. والله لو لقيت حد حبيته بتدي فرص؟ لا مش عارفه يعني، انا لو بدي فرص كان زماني مرتبطه كل يوم بحد يعني. مش حكايه ما بديش فرص، بس حكايه الموضوع مش في دماغي. مش في دماغي خالص الموضوع ده. في دماغي دلوقتي شغلي ورزقي وابني. طب الست بلا راجل حياتها مكتمله؟ والله صدقيني. كيف؟ ازاي؟ ولا حاجة. ما هو بيقولوا بيكملها أو النصف الآخر أو لا. ما أنا مش معنى قد ما تنجح بحاجة لرجل بحياتها، بيديها الدعم أو يعني قد ما تكون واصلة لمناصب كبيرة، بتحس إنه بحاجة لحماية رجل بحياتها، وجود رجل بحياتها. أنا جوزي إحنا متطلقين، بس مش حاسة خالص إن هو مش موجود في حياتي ومش في ظهري وكده. أنا لو حصل لي أي حاجة أول واحد هيبقى أسد في ظهري. أسد. ايه السؤال اللي سالك يا ادم ابنك وما لقيتلوش جواب، ما عرفتيش تجاوبي عليه؟ في حاجه؟
لا خلاص يعني حاجات كانت بتبقى في سن المراهقة يعني في بقى حاجات خاصة لسن المراهقة للولاد يعني بيشوف أعمالك بيشوف جدا وتعليقه إيه بيقول يلا بيشوف نفسه فيكي ولا لا بيقول لي يا كومبارس لا ده بيهزقك مش انه عاد والله العظيم فجأة كده كبر من غير اي سبب ايه مامي ايه السدائي بأثر الراجل ده شكله مسلسل حلو مش هقول لك يا كومبارس حاجة كده يعني يحب يهرج هو طالع من نوع الكوميدي قوي يحب طول الوقت يقول افيات وكده يعني. بابا كده ولا لا وخاله والله يعني خاله كده بيديله كده الافيه خاله ماهر كده ما كتبتيش حاجه بتدافع فيها عن منى زكي والله يعني مش انا بقول لك بكره السوشيال ميديا ليه انها بتدي الحق ان هي تشتم او تقل ادبها على واحده زي منى زكي بتاريخها وباحترامها دي ست بنت ناس ست متربيه ست ليها تاريخ وبعدين احنا لينا نقيب رد كويس قوي صح يعني مش مدينا فرصه ان احنا نرد كمان كلنا ردينا بس اشرف زكي ربنا يخليه لنا رد جميل وانت لو كنت رديتي كنت قلت ايه تقول لهم احترموا نفسيكوا بقى اللي ما بيفهمش ان الفن رساله وهي بتادي رساله ما انت ما فهمتش الفيلم اصلا اختلف الفن اختلفت السينما يعني الإفيه اللي انت عملتيه كم سنه صار له من زمان قوي وشفنا بقى المشهد بتاع منى زكي قلب الدنيا برضه بس هقول لك ايه اللي تغير ايه اللي اختلف لا اختلف ان يعني هو اصلا الفيلم نفسه اسم الفيلم زمان عمل ضجه اكتر من كده يعني قبل ما يتشاف كمان الدعايه اللي اتعملته فيلم ثقافي الفيلم ده نفسه قلب الدنيا الكلمه بس ما كانش حد يقدر يشتمنا يعني ما كناش بنسمع شتمتنا بودنينا كده يعني الصحافه كانت بتنقد شويه لغايه لما دخلوا لقوا ان الفيلم عادي وطبيعي وفيلم شباب وما فيهوش اي حاجه حتى من هنا لهنا بخمسة جنيه دي انا كنت لابسه شورت يعني وما كانش فيه الحاجات العظيمه لكن دلوقتي اللي بيحكم علينا مش لا الصحافه ولا نقاد اللي بيحكم علينا زي ما قلت لك اي حد ماسك تليفون في ايده ينقدك ويشتمك ويبهدلك وكل حاجه طب ليه الناس صارت كده؟ ليه اصبحت السوشيال ميديا؟ ليه؟ لا ما السوشيال ميديا يعني وراها ناس المصريين استخدموها غلط هم والله ده الناس اللي اخترعته ما كانتش عاملاه عشان كده عشان نشتم بعض احنا المصريين مستخدمينه غلط اصلا الشتايم وين ما كان مش بس بمصر يعني ما طبيعي مش خلاص وين مش بقول لك كل حد ماسك تليفون في ايده ممكن يعمل اللي هو عايزه فيكي ممكن واحد بيحبك يمسك التليفون دي رغده دي اجمل ست في الدنيا وهتلاقي واحد في نفس الثانيه دي رغده دي اوحش ست في الدنيا انا عارفه الكلام ده ما احنا كلنا متعرض ليه عشان كده احلى حاجه انك ما تقريش التعليقات لا انا احلى حاجه ان انا ما بدخلش اصلا من اصله عندي على السريع بقى يعني تقريبا وقتنا قرب للنهايه عندي شخصيات وصور عاوزاكي تختاري بين الشخصيتين دول لو ظهر مع جيلي كان سيكون الاهم لو ظهر بالوقت اللي انت ابتديتي فيه شمس كان حيكون الاهم مين بتختاري محمد رمضان واحمد حاتم احمد حاتم بيعجبني جدا كممثل جدا تمثيل يعني كنت برايك بيكون جدا راقي في تمثيله جدا وشفت له فيلم اللي كان عامل فيه اعمى كان هايل رمضان بتحبي اعماله وتمثيله رمضان اشتغلت معاه رئيس جمهوريه نفسه يعني ما شفتش منه حاجه وحشه يعني تمام اتمنى الوقوف امامه مجددا بنشوف هنشوف الصورتين اللي بعده انت كده بتخيريني احمد رزق ومدحت صالح ده اوقع حبيبي وده مين تختاري لو عندك عمل هلا قالوا لك تختاري بطل من دول لازم تختاري احمد انا سميته بالونه طلعت عليه لغايه دلوقتي ومدحت في فيلم اللبيس قرقر الاثنين بعشقهم بتمنى اشتغل معاهم فده اختيار صعب قوي يا رجل واحده واحد 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 عشان نكمل يلا في اللعبه رزق معلش سوري يا حبيبي ربنا يسامحك على انا بزت لك بقى على قلبك
كانت تستحق فرصا افضل، كانت تستحق فرص افضل. حنشوف علا رامي او جلا فهمي. جلا فهمي تستحق كانت اكتر طبعا. اللي رايك وقفها اللي زي صراحتها الفجة مع نفسها كرامتها. ما ينفعش الموضوع ده بالحياة بالفن، لازم شوية مسيارات ودبلوماسية. لازم شوية التحابيش دي. فجلا عاملة زي صاحبتي وحبيبتي يعني تمام. كانت أو تستحق لقب نجمة مصر الأولى حالياً منى زكي، ياسمين عبد العزيز. منى زكي. منى بدون تفكير. يشبه بمواصفاته فارس أحلامي أو فتى أحلامي. يلا نشوف. أحمد فهمي، أكرم حسني. يعني هما الاثنين ممثلين هايلين، بس ما ولا حد فيهم ممكن يكون شبه فتى أحلامي. من المواصفات حتى لا. لا. ولا الخارجية. لإيه مواصفاته فتى الأحلام؟ مش عارفة كده يعني أنا ما اشتغلتش معاهم، ما أعرفش شخصياتهم، علشان حتى لو كنت قربت منهم فهمت شخصيتهم كنت هقولك، بس أنا عشان ما اشتغلتش معهم خالص ما أعرفهمش. طيب نعم أو لا هي آخر فقرة بسؤالين كمان على السريع. أحيانا أقبل أعمال فنية بس بسبب لقمة العيش. نعم. نعم. شاركت في كثير من الأفلام متواضعة المستوى والإيرادات، نعم أم لا؟ لا نهائيا. أنا من مدرسة كلاسيكية، لن أستطيع أن أغير تفكيري وأسلوبي لأتماشى مع روح العصر. حقيقة. نعم. نعم. مش هتقدري برضو؟ مش هتقدري تغيري؟ لا. أعملي طب يا رغطة. مش عارفة أعمل لك إيه. أنا شلت إيدي. أفلام إناس الدغيدي تتصادم مع قيم المجتمع المصري، نعم أم لا؟ لا. لا. نادمة على بعض من اختياراتي الفنية. لا. كله راضي عليه؟ لان حتى اللي ما كنتش راضي عليه اللي انا قلت لك عليهم ما عملتهمش وما كملوش. حتى لو كنت اشتغلت عشان الفلوس ما كملوش، ده من عند ربنا. الحمد لله ربنا. دي رسائل يعني. رسائل. سؤال اخير، لو قدامك الفانوس السحري ويطلع لك بقى المارد وطلب منك تحقيق طلب واحد هينفذه، تطلبي ايه؟ ربنا يرزقني وبرزق اللي حواليا. يا رب يا رب يتحقق الكلام ده، ونرجع نشوفك من جديد بأعمال أحلى وأحلى وأكتر بكتير. أنا كتير سعدت بلقائك الليلة شمس، حقيقة نورتيني وأسعدتيني، وبدي اللي جود لك في كل اللي جاي من أعمال. أنا بس عايزة أقول لك على حاجة، أنا كنت بحبك من ورا الشاشة حبيبي، أنا دلوقتي بقيت بعشقك. تسلمي لي. دي حقيقة ومش كلام، وكل عارف ان انا ما بعرفش اقول كلام. انت شخصية جميلة، ودايما يا رب في تألق ونجاح. حبيبتي شكرا ليكي، كل التوفيق. بوسينا ادم كتير ونشوفك قريب. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في حلقة جديدة من نص الكلام. الى اللقاء.